لا هو طبعا الخبر ازعجني جدا، لان انا امبارح خدت جايزة افضل مخرج دراما 2024 في مهرجان الفضائيات، وصحيت الصبح النهاردة نازل التصوير لقيت معظم الكرو ومعظم الرجالة اللي في البرودكشن بيبعتولي اخبار من مش مواقع، حتى يعني انا مش هقول مواقع، هي صفحات كده بتاعت هواة على الانترنت اللي هي بتعمل اخبار عشان تكسب مكاسب ماليه وخلاص، ايا كان الاخبار بقى، لا هم صحفيين ولا هم بيتحروا دقه ولا هم اي حاجه خالص، ومنزلين محمد سامي بيعتدي على فريق الانتاج وبيعمل مش عارف ايه، والحاجات اللي كاتبينها دي بتعتدي عليهم لفظيا وبتاع. فاتصلت بالمنتج قلت له ايه الاخبار دي، ايه الاخبار اللي نازله دي، ولقيت فريق الانتاج بالكامل بيكلمني، لان هم اصدقائي كلهم ومحترمين جدا يعني، احنا بنحب بعض جدا يعني، مفيش بينا الكلام الفاضي ده. وانا اعرف مثلا ان اشاعه ممكن ساعات بتطلع من موضوع يبقى ليه اصل يعني، وممكن المواقع او ممكن ايا كان مين يزود، انما فكره الاشاعه نفسها في فكره ان حاجه مش موجوده اصلا ملهاش اصل من الصحه، وتنزل ويبدا بعض الحاجات تتداولها ويبدا الناس تتداولها ويبدا جمهوري كومنت عليها وتبدا الناس تشوفها، حاسه طبعا ان الكلام ده حملات موجهه يعني، مفيش حد، يا اما حد بيعمل حمله موجهه يا اما حد بيصحى الصبح مثلا من اللي هم ملاك الصفحات الهاويه دي يقول لك انا هكتب خبر زي مش عارف موت فلان، زي اي اشاعه عشان يعمل عليها ترافيك وعشان يبدا يجمع منها فلوس ويعمل الحاجات دي. ده طبعا يعني حاجه وحشه جدا يعني، حاجه سيئه يعني، يعني لازم الحاجات دي تتحط في الاعتبار ان هي يتبص الحاجات دي تم مشاكل كبيره وملهاش قيمه ولا لازمه يعني. واستاذ اشرف عبد المعبود اللي هو رئيس رابطه الانتاج، منتج فني محترم جدا، نزل ينفي الكلام دوت، واستاذ احمد فرغلي المنتج الفني، واستاذ ايمن شوقي المشرف العام على الانتاج للشركه، واستاذ خالد احمد مدير اداره الانتاج، كل الناس المحترمين دول زمايلي واصدقائي كلهم نزلوا ينفوا الكلام ده. وبس مش هتلاقي بقى الناس بقى تشير الحاجات الكويسه، هتلاقي الناس تشير بقى خبر اصلا هو ملهوش اصل من الصحه. وانا وشركه الانتاج هناخد الاجراءات القانونيه تجاه الصفحات دي، يعني حتى هي صفحات انا معرفش اسمائها يعني.